عموما ارتست هاري هيبقى معاه ستانكي وهيتحول للهولوتشا بتاعنا. ده في خطوره شويه علينا. طب نجرب. لا 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 لوتشا دوري. لا أنا وسهلا بيكم في الحلقة رقم 17 من بوكيمون اكس شاني راندمايزر نازلك تشالنج. أنا بروفيسور بيبع من قناة بوكيمونيان، والنهاردة نكمل رحلتنا في إقليم كايلوس في خلاط البوكيمونات الشاني جدا. طبعا قبل ما نبدأ حلقتنا بحب أعمل معكم حاجتين مهمين جدا. أول حاجة، لو عجبكم محتوى فكرة قناتنا ياريت يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، أكون متشكر جدا ليكم. والحاجة التانية هي إن احنا بنراجع على فرقتنا اللي هي حاليا مكونة من 6 بوكيمونات أحلى من بعض. معنا ريوجي الدراجونايت، ياتي الأباماسنو، هابي فيس البوليتود، R2D2 الماجنزون، ليزاردون الشارزارد، وبولترجايست الجنجار. طبعا احنا الحلقة اللي فاتت يعني حظنا كان حلو قوي بان احنا لقينا الاباما سايت او اللي هي الميجا ستون بتاعة اباما سنو. فاحنا دلوقتي بقى معانا امكانية ان احنا نقدر نطور 3 بوكيمونات على فرقتنا للميجا، وطبعا يعني ما نقدرش نطورهم في نفس الوقت، بس برضو معرفة ان احنا معانا هذا النوع من القوة هيبقى مريح جدا نفسيا. واعتقد ان احنا النهاردة عندنا رحلة على روت 17 او الطريق رقم 17، وده معناه ان احنا طبعا هيبقى عندنا ان شاء الله انكاونتر جديد. دي اول حاجة. والحاجة التانية ان احنا هنوصل لمدينة جديدة. فهنا لو كلمنا الراجل ده هيقول لنا Ahoy there trainer, shortly after you headed off to the frost cavern, Mamoswine came back. Did something happen over there? They were trying to use Abomasnow as some kind of energy source? I wonder if that's the same Abomasnow as the one that our Mamoswine is friends with. See, a few years back, an Abomasnow came into town carrying a Mamoswine that was all beat up and injured from something. I wonder if Mamoswine was worried about its pal. Trainer, you should ride on Mamoswine's back to the other side. This deep snow and all the rocks along the path are nothing against Mamoswine's strength. فدي كده نبذة قصيرة أو طويلة شوية عن الماموسوين اللي قدامكم على الشاشة. زمان الأبامسنو اللي احنا قابلناه كان جيل المدينة ويحمل على ظهره أو على بين يديه ماموسوين كان مصاب وهو اللي أنقذه. بس على الأول نشوف رافلت يا جماعة. يس رافلت هيكون هو البوكيمون الانكاونتر بتاعنا على روت 17. فقبل ما نكمل قصة الماموسوين نحتفل مع بعض بهذا الرافلت الجميل. طبعا كالعادة هرمي كويك بول لأن دي بتبقى ليها 5 أضعاف فرصة الإمساك بالبوكيمون في بداية المباراة، وده كريتيكال كابتشر، وده معناه انه 100% مسكنا بالرافلت ده. طبعا انا عندي اسم معين جدا للرافلت او للبريفياري، بعشق شايني بريفياري، بحبه جدا جدا جدا، وفي فرصة كبيرة ان احنا ممكن نضيفه للفرقة بتاعتنا ولو حتى في الحلقات القادمة. هندي الرافلت نيك نيم الاسم المميز جدا وهو امريكا، مش حتى امريكا، لا ده التريقة كده على أو مش تريقة يعني بالسخرية بشكل سيء يعني، بس يعني الأمريكان نفسهم حتى لما إيه ييجوا يتكلموا عن أمريكا ساعات يقعدوا يستخدموا الأسلوب ده في الكلام عن أمريكا. فالمهم الأباماسنو جي إلى المدينة، أتى إلى المدينة ويحمل بين يديه، كان ممكن يبقى معنا بيشارب بس مش مشكلة، كلها بوكينات من الجيل الخامس الجميلة. الماموسوين وهو يعني متأذي وعليه اثار الايه بقى الحروب المباريات وانقذه، وعلشان كده الماموسوين ده ما كانش راضي يتحرك من مكانه غير لما يطمن على صديقه وحبيبه الاباماسنو. عموما احنا ممكن ننزل من على ظهر الماموسوين هنا لمده ثانيه لان اكيد في ايتمات هنا او هنا مستخبيه، فتعالوا نشوف. او تي امز، طبعا انا ما بين الحلقه دي والحلقه اللي فاتت كنت قدرت الاقي تي ام، مش فاكر رقمها كام، بس هي كان فيها واتر شوريكن. حظنا في التي امز بجد في الحلقات دي مش وحش، بشع يعني، حظنا في التي امز بجد وحش قوي. تايمر بول كويسه جدا لانه لو حاولنا نمسك ببوكيمون عد عليه اكتر من 10 ادوار في المباراه بتبقى فرصه الامساك بيه عاليه جدا. فتعالوا نركب على الماموسوين مرة تانية. مش عارف ليه انا نسيت تماما انه يعني الرايد بوكيمون خاصية كانت ظهرت لنا اول مرة في لعبة اكس ان واي. انا كنت بربطها دايما
بلعبة سكارلت وفايلت، لا كمان بلعبة سان ومون والترا سان والترا مون. بس لا يعني الرايت بوكيمون هنا هنا احنا ما نقدرش نستخدمه في اي وقت زي في سان ومون، بس يعني برضو هنا كانت البداية. عموما احنا هننزل مباراة في سكاي باتل كمان المفروض انها ضد جيجلث في السماء، حاجة يعني منظر يضحك شوية. بس ما علينا، هات سماش كانت هتضرب فينا ودي كانت هتبقى هجمة فتاكة. روك تايب موب قوتها 150، وطبعا احنا لو كنا بتشارزارد اساسا كده كده قدام الجيجلث ده ما كناش هنقدر نعمل اي حاجة. على اقل دراجون براث هنا زي ما انتم شايفين كانت 2 هيت نوك اوت، وكمان شارزارد بياخد كواد ويكنس من الروك. عايز يتعلم دريل باك، اوه اختيار صعب جدا. هي دريل باك قوتها 80 وأوبليفين وينج قوتها 80، بس أوبليفين وينج بترجع الـ HP. بصراحة هفوت الفرصة بصراحة، أوبليفين وينج أحلى بكتير قوي قوي قوي. فخلينا زي ما احنا كده دلوقتي ونشوف مين البوكيمون اللي جاي في السكاي باتل دي. هيبقى بيرتك، والله ممكن ننزل بتشارزارد في دي، يعني بيرتك مش هيحب قوي يواجه التشارزارد بتاعنا، خصوصا لو عملناه الميجا برضه. فأنا بفكر جديا إن أنا أعمل كده، على الأقل بنحصل على دفاعات أعلى. فتعالوا نعمل ميجا ونعمل بليس كيك وبس. دي بقى قصة المانوس واين يا جماعة، يعني قصة مؤثرة والله. يعني هو عنده حق برضو، لو أنت صاحبك بيرتك تفادى الهجمة بتاعتنا، وللأسف الشديد هنضطر إن إحنا نحاول نعملها مرة تانية. لو صاحبك في دي وانت عندك حاجة تعملها، وظيفة او شغل، اكيد هتبقى قاعد زعلان ومتأثر بيه، فالوفاء برضو حلو. عموما هزمنا المدرب ده بسهولة الحمد لله، وانا مش قادر اصدق هو فعلا يعني كان بس الحاجة الوحيدة اللي بيقدمها لنا الطريق ده هو ان احنا ندخل في سكاي باتل. فماشي، قبل ما نكمل انا عايز اشغل ريبل مرة تانية، لأن بصراحة أنا متأكد إن إحنا نقعد نواجه في بوكيمونات تاني، فريبال إيه هيغنينا عن هذا الشيء. فيلا بينا نكمل طريقنا. إحنا بالمناسبة يا جماعة معانا 6 أوسمة بحالها. إيه ثانية واحدة، أنا عطلت. معلش أنا عايز أكمل. فريقي بيكمل منين؟ ده السؤال. فإحنا معانا 6 أوسمة، وده معناه إن إحنا شوية بشوية عمالين نقرب من نهاية الحلقات طبعا، لأنه إحنا بعد الثمان أوسمة هيبقى مش فاضل غير الدوري. فرحلة لطيفة خلال كالوس، وأنا مبسوط بيها، وأتمنى أن أنتوا كمان تكونوا مبسوطين بيها، وأتمنى أن أنتوا تكونوا مستمتعين بحلقاتنا. وبحاول دايما أن أنا أقدم لكم أحلى حاجة عندي. يعني طبعا ممكن تكتبوا لنا في التعليقات سؤال النهاردة، بقى أسألكم سؤال النهاردة، من هو البوكيمون المفضل لديكم إلى الآن في البوكيمونات اللي احنا مسكناها كلها؟ احنا معنا بوكيمونات كتير، كذا بوكيمون مسكناهم، طبعا مش كلهم استخدمناهم، وفرقتنا حاولنا ان احنا يعني جالنا بوكيمونات كويسة قوي في الأول، فمعرفش عن تغييرات كتير برضو. يعني انتوا لو مكاني هتفهموا قصدي برضو، هتحسوا بيا وهتقدروا موقفي. بس مع ذلك يعني ايه، انا بحاول دايما ان انا اغير. يعني ان شاء الله الحلقه الجايه اعتقد ان احنا ممكن نسيب الدراجونايت بتاعنا شويه، نديله استراحه، لانه بوجود البريفياري وبوجود التشارزارد احنا كده يبقى معانا فايتنج تايب جديد، او عفوا فلاينج تايب جديد، وتشارزارد يبقى هو النوع التنين الوحيد على الفرقه. وبريفياري بوكيمون كويس جدا، خصوصا لو معاه الابيليتي بتاع الديفاينت. فهنشوف كده. يعني احنا اعتقد مش هنحتاج ريبال تاني، اعتقد ان احنا وصلنا لاخر الطريق. بالفعل وصلنا لاخر الطريق، وده معناه ان احنا المدينة الجاية اظن هيبقى فيها الوسام السابع. تعالوا بس، عندنا هولو كليب وصل لنا من سيرينا. اوكي بمام، This time I challenge you to a battle in front of Anastar City's gym. Prepare yourself. فسيرينا بتكلمنا مخصوص عشان تقول لنا أنا بتحداك لمباراة أمام الجيم بتاع مدينة أناستار، وهي دي المدينة الجديدة اللي احنا نوصل لها. فتمام جدا، مفيش مشكلة، احنا نعمل ده، أنا استعد كويس.
ويمكن حتى نعمل تغييرات على الفرقة. سينا كمان توقفنا. You there. I came in place of Dexyu to tell you something. There's a person here in Anastar City who knows about the legendary Pokemon. جت تبلغنا انه في حد في المدينة يعرف معلومات عن البوكيمونات الأسطورية. Oh, I almost forgot. I brought you some gifts. Put them to good use. هتدلنا repeat balls. للأسف مش هتفيدنا قوي لأن احنا ما عندناش الإمكانية ان احنا نمسك بوكيمونات مسكناها قبل كده بسبب species clause، أو يعني الطريقة اللي احنا ماشيين بيها. أي بوكيمون مسكناها قبل كده يعني خلاص، هو مرة واحدة بس اللي نقدر نمسكه، ما ينفعش نكرر نفس نوع البوكيمون مرتين. عموما هنعمل هيلينج لفرقتنا وهنتفقد برضو الأشخاص اللي واقفين في البوكيمون سنتر، وبرضو عايزين نشوف المتجر اللي ورا هل هيبقى فيه تي أمز حلوة ولا لأ. يعني أتمنى حظنا في التي أمز يتبدل شوية. باتل دانس مش وحشة خالص، يعني لسه بقول اهو ممكن نعلمها حتى لأباما سنو بتاعنا. طيب تعالوا نشوف الراجل ده ما بيبيع تي أمز فعلا. روك ثرو وحشة جدا، ديفيرسكول وحشة جدا، ويش وحشة جدا، مش وحشة قوي برضو، مش وحشة قوي. جير جرايند معقولة على حسب بس كام بوكيمون ممكن يتعلمها. واخر واحدة ثاندر بولت. وانا مش معنا ثاندر بولت دي ايه ده؟ حاجة غريبة قوي. طيب ما علينا ما علينا، للأسف مفيش اي حاجة مفيدة، بس ممكن اشتري شوية كويك بولز لو عندهم. واضح انه مفيش برضو، فخيبة الامل ركبة جمل، يعني شيء محبط جدا جدا، بس ما علينا. ميموري اوف بوكيمون، لا والله مش مشكلة خليها لك. هنا ده محل هدوم، واعتقد ان انا هاخد جولة كده سريعة اشوف لو في اي بوكيمونات او عفوا اي شخصيات ممكن يدلنا حاجة مفيدة. يعني استلمت تي ام 10 كابتيفيت برضو، يعني انا مصدوم والله. الراجل ده بيقول ايه؟ نقدر نعمل هيدن باور. المفروض ان ده بيدلنا الهيدن باور. طيب يعني كابتيفيت للأسف هجمة ملهاش أي معنى. نكمل لفة في المدينة ونشوف إيه ممكن يطلع لنا تاني. أحد المنازل فيها أظن الشخص اللي هم داكسي وسينا عايزين يقولون عليه إنه يعرف معلومات عن البوكيمونات الأسطورية. Well, hello there. You must be that apprentice of Professor Sycamore's I've heard so much about. It's my guess that you've come to ask about the legendary Pokemon of the Kalos region, Xerneas. فهو بيقول انت اكيد الطالب او المتتلمذ على يد بروفيسور سيكامور، واكيد عايز تعرف معلومات عن Xerneas. Well, allow me to tell you what I know. هيقول لنا بقى معلومات. It happened around 800 years ago. حصل من 800 سنة. The Pokemon known as Xerneas used its shining horns to illuminate the lands of Kalos. Xerneas استخدم قرونه اللامعة انه ينور اقليم كالوس. At the very moment, people in Pokemon throughout the land felt great energy and vitality surge through their bodies. وساعتها كل البوكيمونات والأشخاص حسوا بطاقة بتمر في جسمهم. At the same time, a vast forest sprang up with Xerneas at its center. وانتشرت غابة كثيفة جدا وفي قلبها Xerneas. Legend has it that when it nears the end of its 1,000-year lifespan, Xerneas releases all of its energy remaining, sharing it with all living things nearby. والأسطورة بتقول إن البوكيمون ده لما بيبقى قرب يوصل لعمر الألف بيقوم ناشر كل الطاقة بتاعته لكل الكائنات الحية. There's another story I know that talks of the appearance of just such a virtuous Pokemon. إيه الفيرتشوز ده؟ Back 3,000 years ago, the Kalos region was engulfed in a terrible war. So the tale goes, a Pokemon came to the rescue of all the wounded Pokemon that had been caught up in the conflict. يعني الأسطورة بتقول إنه من 3,000 سنة بوكيمون جه ينقذ كل البوكيمونات المصابة في الحرب اللي كانت حاصلة وقتها. Some people suspect the Pokemon that appeared was Xerneas, but there's no way to know. Maybe they just wished the legendary Pokemon had come to the rescue to brighten a tale of woe. يعني الناس بتقول انه بيخمنوا ان ده كان Xerneas، ويمكن برضو دي حاجة يعني بيتمنوها على اساس انه يبقى فيه بوكيمون اسطوري جه ينقذهم. Supposedly after Xerneas released its remaining energy, it transformed into a dried up tree. It remains in hiding deep within the forest. According to old tales as I say. Stories and tales. فبالنسبة للأساطير برضو بتقول إنه Xerneas بعد ما أطلق كل الطاقة بتاعته
دخل في حالة ثبات وتحول لشجرة يعني دبلانة وبس، وتوتا توتا خلصت الحدوتة. قصة طويلة قوي بصراحة، والله أعلم هل فعلا ده حصل ولا لا، يعني احنا المفروض نكتشف. Love to take care of Pokemon that's level 5 or under. عايز نديله بوكيمون ليفل 5، معيش اي بوكيمونات على الفرقه ليفل 5 مش مشكله. معرفش برضو لو ادينا له بوكيمون ليفل 5 هل هياخده لنفسه ولا هو هياخده يعتني بيه ولا ايه بالظبط، برضو حاجه غريبه قوي. عموما هناخدكم على مكان كده مميز جدا في اقليم كالوس، وده هي السان دايل زي ما انتم شايفين، يعني كريستاله متوحشه الحجم كبيره جدا، لو وقفنا جنبها هتشوفوا حجمها كبير فعلا. الكريستال دي المفروض انها ليها علاقة بالشمس او حاجة زي كده، ولكن للأسف يعني برضو بوكيمون موظفوش الموضوع ده في ألعاب بوكيمون المستقبلية. يعني في سان ومون الناس قعدت تخمن انه السان دايل دي هيبقى لها ظهور تاني، وانه في حاجة تانية اسمها مون دايل برضو موجودة، ولكن كل ده في الآخر للأسف طلع بس ايه يعني تخيلات من عشاق بوكيمون. عموما هندخل في مباراه مع سيرينا. بابام، تعالوا نشوف سيرينا دلوقتي وهي جايه لنا. Let me show you how much stronger I am. I did say we were going to be rivals back in that cafe in Lumio City after all. فتعالى اوريك انا بقيت قويه قد ايه. طبعا سيرينا هيبقى معاها 6 بوكيمونات. هل بقى معاها الميجا؟ لسه الميجا اظن بيبقى في الاخر شويه مش دلوقتي. عموما واضح ان هي ما بقتش قويه ولا حاجه، لان اول بوكيمون معاها هيبقى ويزمر ليفل 44، فاحنا نديله دراجون بريث ونقول له يلا السلام. انت بوكيمون للاسف ضعيف شويه، بس يعني يمكن بقيه الفرقه يبقى فيها حاجات كده ولا كده قويه، زي البوليجون زي اللي جاي قدامنا ده، بوكيمون هيبقى كويس قوي. كنت حابب يبقى معايا فايتنج تايب بوكيمون بس للاسف ما فيش. ممكن ننزل بياتي هنا، انا نسيت اعلمه باتل بليزرد. صحيح مش فاكر باتل بليزرد، هل هي في هجمتين باتل، في باتل دانس دي سبيشال، وباتل بليزرد اظن انها فيزيكال على ما اتذكر يعني. فهنشوف هنا بوريجون زي هيعمل داونلود وهيبقى معاه الاتاك. الحمد لله في العادي بوريجون زي بيبقى عنده سبيشال اتاكس اكتر، او عنده سبيشال سبيشال اتاك عالي قوي. فزي ما انتم شايفين بقى معانا مره تانية الزرار الماجا على الابامسنو بتاعنا، فاحنا كده التمام قوي. يعني هنشوف تشارج من وهيعلي سبيشال ديفنس، ولكن هنتجاهل ده كله بالكريتيكال هيت بتاعتنا برضو، يعني خد الهجمه بشكل كويس قوي. ناخد بقى ميه ونكمل مع بعض. تشارج مره تانية، هو عايز يشحن. حاولت ارمي ازازه الميه في مكان اعرف اخدها منه بعد كده بس وقعت على الارض، مش مشكله. بوريجون زي قاعد يحاول يعمل سيت اب تشارج بس احنا ايه ما ادينالوش فرصه وخلصنا عليه. عموما انا مش عايز استخدم الماجا دلوقتي لان احنا مش محتاجينه قوي. ياتي عايز يتعلم ميستيكال فاير. ميستيكال فاير اكيد احسن بكتير من هاكس اكيد، يعني هما الاثنين نفس القوه، بس ميستيكال فاير كل مره بنستخدمها بتوقع من السبيشال اتاك بتاع البوكيمونات اللي قصادنا. فاحنا ممكن نحط ميستيكال فاير بدل هاكس بصراحه، مش هقول لا يعني. وكورسلا هي البوكيمون اللي جاي. طبعا احنا مش في جالر لسه، مش في الجيل الثامن. كورسلا ممكن تبقى الشكل العادي اللي هو بتاع جوتو اللي قدامنا على الشاشة، او الشكل الجلاري اللي هو مش موجود دلوقتي. طبعا لسه ما كانش ببرمج ولا حتى اتعمل، يعني ده جي بعد جيلين. فعموما احنا مكملين كده 3 بوكيمونات، نص الفرقة، وسيدرا هي البوكيمون اللي جاي برضو. انا مش شايف ان احنا محتاجين نبدل قوي. سيدرا ووتر تايب لسه معهاش الدراجون تايب، فممكن لو عملنا نيدل ارم هنا نشوف تريك اور تريت الاول، ودي هتضيف لينا الجوست تايبنج بعد ما احنا كان معانا اصلا هاكس، كان ممكن تبقى قوتها زياده دلوقتي بس يعني ما علينا. هنا سيدرا واخد دامج كويس جدا. نيدل ارم واحده كمان والله مش محتاجه يعني اكتر من كده. تريكر تريت وراها شادو بول. طبعا تريكر تريت اضافت لينا الجوست تايب، وشادو بول بقت دلوقتي علينا سوبر افكتيف. فصدفه عجيبه انه سيدرا معاها الهجمتين دول، فدي استراتيجيه ممتازه جدا. بولترجايست هيتطور ليفل 48 والبرد هيتوقف. فروجدير هو البوكيمون اللي جاي برضو، انا مش محتاج ابدل
وبالصدفة العجيبة أو الصدفة البحتة يعني ده طبعا ستارتر بوكيمون، ولكن هنعمل له نيدل آرم هنا على طول ومعه سبايكس. المفروض في العادي جرينينجا بيتعلم فعلا سبايكس، فمعرفش دي صدفة ولا دي حاجة من الهجمات العادية اللي فروجادير بيتعلمها. واحد بقى آخر بوكيمون معها أوجاليد، في الواقع بوكيمون كويس جدا. والله ممكن نستخدم الماجا بتاعنا هنا بقى، نستخدم ماجا جنجر هنا، ده هيبقى استخدام ممتاز. سوري يا مايكروفون خبطته. وطبعا جليد بيبقى له ماجا، بس للأسف مش في اللعبة دي في أوميجا روبي ألفا سافاير. أنا بيني وبينكم بفكر جديا إنه إن شاء الله وبدون مقاطعة السلسلة اللي بعد بوكيمون أكس هتبقى هي هتبقى إن شاء الله أوميجا روبي ألفا سافاير، يعني أوميجا روبي لا ألفا سافاير بالتحديد هي اللي هنلعبها إن شاء الله بنفس الأسلوب بتاع بوكيمون أكس. فياريت تكتبوا لي في التعليقات رأيكم في هذه الفكرة، لو أنتم متحمسين لها ولا لا. أنا شايف أنه إن شاء الله السلسلة دي حازت أو نالت على قبول كويس جدا منكم، فممكن نكملها، يعني ممكن نكمل الفكرة بتاعت السلسلة دي، ندخل على أوميجا روبي أو ألفا سافاير وبعد كده ألترا سان وألترا مون. وما اعتقدش ان احنا نعرف نعمل ده في جالر قوي، بس ممكن يعني ممكن يبقى في طريقة برضو نعملها. يبقى عندنا جالر وعندنا احنا خلاص لعبنا اللي هي برين دايموند وشاينينج بيرل، فهنشوف. كتبوا لي في التعليقات. My Pokemon are so much stronger now, but you and your Pokemon are still one step ahead of us. Anyway, I'll hear your Pokemon here. فانتوا دايما سابقنا بخطوة انت وبوكيموناتك، وهترجع لنا ال HP بتاع فرقتنا. You and your Pokemon are good enough to beat the gym leader. Go for it. فانت وبوكيموناتك جاهزين تواجهوا الجيم ليدر. فاعتقد النهاردة يعني مواجهتين في ظهر بعض احنا جاهزين ليها، ما نخافش. ولكن نزور البوكيمون سنتر وهاخد بصة في البوكس كده لو انا عايز اغير اي حاجة قبل ما ندخل للجيم ليدر اللي جاي ده. ثواني ارجع لكم. ورجعت لكم بعد يعني اكتشاف كنوز في البوكيمون سنتر بتاعنا او في البوكس بتاعنا. زي ما انتم شايفين اللاي اوت قدامكم على الشاشه، احنا عملنا تغييرات جذريه في الفريق. اول حاجه تعالوا نتكلم مع بعض عن لوتشا دوري دلوقتي على فريقنا، معاه الهجمات بتاعه سايكو كات، باور اب بانش، شادو كلو ولو كيك. الحقيقه هجمات كلها فوق الممتازة. باور اب بانش يعني بس ناقصه هجمة تبقى فلاينج تايب، وللأسف يعني هو ما بيتعلمش غير فلاي وباك. يمكن في المستقبل يتعلم هجمة مختلفة، الله أعلم، بس أنا راضي جدا عن الهجمات دي. ولو هغير حاجة هتبقى سايكو كات. فده أول بوكيمون جديد معانا. تاني بوكيمون حصل فيه تغيير شوية، علمت الياتي بتاعنا باتل دانس، لأن احنا لقيناها زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت أو في الحلقة دي سوري. مهم ان انا يعني علمته دلوقتي الهجمة دي، ودي هجمة برضو رائعة جدا كده، ياتي معاها هجمات رائعة. انا عمال اقول رائعة 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 لان انا مش مصدق ان احنا كمان بابلز بتاعنا طلع معاه. اولا لو تاخدوا بالكم الابيليتي بتاعت سويفت سويم بتضاعف السبيد بتاعت البوكيمون ده في المطرة، وهو معاه اصلا رين دانس، واتعلم ريزر شال، وبيتعلم دريل ران، وبيتعلم ايس بانش. فاحنا هنضيفه على الفرقة على طول بلا تفكير. بعد كده هنا غيرت هجمة واحدة بس على R2D2، شلت الفاير سبين وحطيت مكانها بارتينج شوت لأنها هجمة ممتازة جدا، حاجة كده عاملة زي فولت سويتش بس بتقلل الاتاك والسبيشال اتاك بتاع البوكيمون اللي قدامنا. تشارزر ما حصلش عليه تغييرات. واخر بوكيمون معانا هيبقى امبريون. امبريون يا جماعة هيبقى بوكيمون مهم على الفرقة جدا، لأن احنا معانا ديفند اوردر اللي بتعلي من الديفنس وسبيشال ديفنس بتاع البوكيمون ده بدرجة واحدة كل مرة بيستخدمها. معانا بارابوليك تشارج اللي بترجع من ال HP بتاعنا لما بنستخدمها، ونايت سلاش اللي بتعمل كريتيكال هيتس. بس أهم حاجة معانا دارك فويد. مش هتكلم أكتر من كده، مش هتكلم أكتر من كده. دارك فويد الهجمة اللي يعني حصل لها عمال عادوا الناس يعني عادوا جيم فريك يضعفوها جيل بعد جيل، لغايه ما بقى دلوقتي الاكريسي بتاعتها 50% مش 80% زي ما هي في اللعبه دي. فانا هدخل الجيم معانا فرقه مخيفه وانا مبسوط، عايز بس ادي البوكيمون بتاعنا الهولوتشا. بفكر اديله الاكسبرت بيلت، اظن ان احنا كنا شلناه من على ياتي من كام حلقه.
سايزميتود للأسف معيش أي آيتم حلوة ممكن نديها له. لو معنا حاجة بتزود من هجمات من قوة الهجمات المائية أو الهجمات الأرضية الجراوند هديها له، بس ما أعتقدش إن إحنا معانا للأسف. والله ممكن فكرة تانية، تعالوا لا مش ديسكارد، ندي البلاك بيلت لهاولوتشا بدل دي هتزود من الهجمات الفايتنج كلها، وندي all earth plate اهو هايل earth plate لبابلز تمام، وحندي الاكسبرت بيلت لعمنا هاتي. انا مبسوط جدا، الفرقة حصل عليها تغييرات جذرية وانا متحمس للانستار جيم. فزي ما انتم شايفين اول ما هندخله ده المفروض ان هو يبقى سايكيك تايب، وعلشان كده هتشوفوا الدنيا طايره في السماء كده، يعني تحس انه في ايه، دخلنا في كوكب اخر. واضح انه الطريق مقفول من هنا، فاحنا هندور على طريقنا. انا مش عارف ازاي المفروض امشي والله، ما تغششني كده يا عم الحاج. الله لا ارجع تاني، تحس انه في سحر في الموضوع، البيت المسحور مش كده. فاحنا للأسف هنا مش هنقدر نتفادى المدربين دول. مرة تانية مفروض ان هو يبقى سايكيك تايب، وطبعا ده في خطورة عليا ان انا بادئ بالفايتنج تايب بتاعي. بس انتوا هتشوفوا دلوقتي سكول جيرل باسكال بتبدأ بباراسكت، وانما احنا معناش اي هجمات سوبر افكتف ضد باراسكت، معناش لسه فلاينج تايب. هولوتش على ارض الملعب يا جماعة، ليفل 46 الخصوم بتوعنا واحنا ليفل 47، فطبعا كده احنا ايه الليفلات تقريبا خلاص، يعني بقت تقريبا واحدة. جرافيتي من الباراسكت اللي قدامنا، وده معناه انه اي هجمة هنستخدمها حتى لو دقتها مش عالية قوي، بس انا معناش اي حاجة زي كده، حتى لو ملهاش دقة عالية مش هتخيب. الهجمة هتبقى السيد فلير من الباراسكت، وطبعا مش هتعمل اي دامج عالي لان احنا للأسف وقعت من السبيشال ديفنس بتاعنا، بس احنا برضو بوكيمون طائر فلاينج تايب، والسايكو كارد دي هتخلص على الباراسكت. فتمام، بداية جميلة، بداية مشرقة، وانا يعني الابتسامة من الودن للودن زي ما بنقول كده. هنكمل مع بعض طريقنا في الجيم ده، هحاول برضو ان انا ابدأ بقى ايه اواجه المدربين على قد ما اقدر، لان زي ما انتوا شايفين احنا هنبدأ نحتاج الاكس بي ده، خصوصا بعد ما بقى عندنا فرقة جديدة الموضوع هيختلف تماما. طبعا انا مش فاكر خالص الجيم ده ماشي ازاي، انا فاكر شكل الجيم ليدر بس بنسى اسمها، فاكر شكلها كمان لان هي كان ليها كارت في الفترة بتاعت سورد وشيلد، حتى كان ليه فول ارت، مش فاكر اسمها خالص، سامحوني. عموما احنا بنحاول نشق طريقنا في هذه المتاهة العظيمة جدا، والمفروض ان احنا ماشيين صح دلوقتي. ماشيين صح مش كده ولا ايه؟ طالما ده مدرب جديد يبقى احنا ماشيين صح. عموما ارتست هاري هيبقى معاه ستانكي، وستانكي للاسف يعني بوكيمون بايخ شويه، لان هو ما عندوش يعني ويكنس غير الجراوند تايب، واحنا حاطين هولوتشا في المقدمه، فنان باور بانش. يعني انا عارف ان هو نص دارك ونص بويزن، علشان كده هيتحول للهولوتشا بتاعنا. ده في خطورة شوية علينا، لأنه لو سبقنا دلوقتي وعمل سايكو كات. طب نجرب. لا 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 لوتشا دوري، لا احنا لسه بادئين. انا عمال اقول ان هيبقى في خطورة، طب ليه ما بدلتش؟ خسرنا الفايتنج تايب بتاعنا في اول ظهور لي، وانا بعد الابتسامه كانت من الودن للودن، الابتسامه دلوقتي هتختفي، الابتسامه هتختفي، والحزن يعم على الحلقه دلوقتي. يعني انا حزين. ستانكي معاه ترانسفورم ليه؟ ده سؤالي بس، يعني انا عايز اسال ستانكي، انت معاك ترانسفورم ليه؟ يبقى مارتي، هل انت فاكر نفسك ميو؟ هل انت فاكر نفسك ديتو؟ ليه بقى؟ ليه ويخسرنا؟ وكمان بعد ما نبقى عملنا باور اب بانش بتاعتنا وكمان يكسب السبيد تاي. طبعا انتوا عارفين اي بوكيمونات بيبقوا سرعتهم
بالضبط نفس الحاجة، في 50% فرصة انه البوكيمون يتحرك الاول، يعني كل بوكيمون من التاني يتحرك الاول. فانا مش مصدق انه لوتشا دوري بجد مش عارف اتكلم، متضايق جدا دلوقتي، و حس ان انا ايه يعني اتسلب مني فرحتي، بجد فرحتي اتسلبت مني. طب انا كده هدخل على الجيم ليدر ومعيش غير 5 بوكيمونات، هضطر ان انا ارجع اضيف حد من الفرقة. طب نخلص المدربين بتوع الجيم ده، يعني نخلصهم على الاقل، نحاول نوصل اللي هي الجيم ليدر اظن عندها اكيد حاجة تخلينا نرجع للباب، ومن هناك مش عارف اتكلم والله العظيم بجد، حزن حزن شديد جدا جدا. يعني كنت مبسوط جدا انه لوتشا دوري معاه باور بانش، معاه لو كيك، معاه الهجمات دي كلها، وتشاء الاقدار انه الهجمة اللي معانا السايكو كات تستخدم ضدنا وتخلص علينا في ضربة واحدة، يعني لا تعليق، حقيقي حقيقي لا تعليق. طبعا فروست بريث بما انها مش 100% اكيرت، فزي ما انتم شايفين سوابلو قدر يسبقنا، او عفوا قدر يتفادى الهجمة دي وقدر يعمل علينا أوبليفين وينج، وكلت شوية من الاتش بي بتاعنا برضو، دي حاجة تزعل. فاللهم لا اعتراض، يعني 50% فرصة ان احنا كنا نسبق البوكيمون اللي سرق البوكيمون بتاعنا، هو سرقنا بجد، هو سرقنا حرفيا يعني. ويلا هقول ايه، هقول ايه، هقول حسبي الله ونعم الوكيل، ده اللي انا هقوله. يا حزني ياني، يا حزني ياني. طيب عمالين بنحاول نوصل للجيم ليدر والطريق طويل قوي ويتوه قوي، بس يعني احنا وصلنا لها هو اخيرا، ولكن مفيش طريقة نرجع بيها لأول الجيم. فهعمل القصة دي يدوي تقريبا، ومنتجة سريعة كده وارجع لكم بعد ما اكون عوضت البوكيمون اللي مات مننا. حسبي الله ونعم الوكيل. وللأسف ما كانش قدامي غير ان انا ارجع دراجونايت تاني على الفرقة، هو دراجونايت على التيشيرت بتاعي زي ما انتوا شايفين، فهو واضح انه غضب جدا مني انه انا فكرت ان انا اضيف يعني حد مكانه، هو كان يعني دي الفكرة بتاعتي ان انا ضفت هاولوتشا مكان الدراجونايت على اساس انه الاثنين فلاينج تايبس طبعا، والدراجون تايب معانا اصلا من خلال الميجا تشارزارد اكس، فواضح ان دراجونايت ما عجبوش الكلام ده، فبعت ستانكي مع ترانسفورم وقرر انه يتحول للهولوتشا بتاعنا بعد ما احنا استخدمنا باور اب بانش عليه وقام سبقنا واستخدم السايكو كات وموتنا في ضربة واحدة. واظن دي ممكن نقول كانت اسرع حالة وفاة في اي نزلك في الدنيا، يعني ما اظنش انه في اي بوكيمون في العاب بوكيمون حد كان بيلعبها نزلك تحدي نزلك وخسر حياته بالسرعة دي، يعني ما ده رقم قياسي جديد. فبنشكر قوي يعني الستانكي ده، وبنعتذر لدراجونايت، احنا مش هنشيلك خلاص من على الفرقة، انت رجعت تاني وعرفت، انا عرفت غلطي خلاص، يعني انا بعتذر لك والله. واخيرا كده نبقى وصلنا تاني للجيم ليدر، طبعا الطريق طويل ومرهق وواحد يفتكر وبتاع، يعني حاجة خنقة. عموما عقابا لدراجونايت انا هحطه في مقدمة الفريق يواجه هو بقى ايه الجيم ليدر دي، وتعال شوف هي بتقول ايه بقى. يلا فوراها ايه الفضاء. A ritual to decide your fate and future. The battle begins. على طول كده، يعني دي كده ايه طقس علشان نحدد مستقبلك هيبقى عامل ازاي. اولمبيا هي الجيم ليدر الرقم 7، وهتبدأ ببريكسن اللي هو بالصدفة البحتة بيتطور بعد كده لبوكيمون فاير وسايكيك. طبعا يعني دي كوبتة. وطبعا الحاجة التانية اللي انا كنت عايزة يعني اتكلم عنها سريعا، انه سبحان الله الهجمة اللي ضيعت مننا بوكيمون كانت سايكيك تايب جوه السايكيك جيم. انا يعني مش هتكلم، انا مش هتكلم. فلاتر عموما هتعلي من سبيشال اتاك بتاعنا وهتخلينا كونفيوزد، ف طبعا في اظن ايه 30% ان احنا ما نشتغلش. طبعا زي ما انتم شايفين 30% يعني بدا حظنا شويه بشويه يتدهور. كريتيكال هيت
نضرب نفسنا في واحنا confused والكلام ده. الحمد لله دراجون بريث اللي جايه هتضرب على البريكسن. الابتسامة اختفت من على وشي خالص. يعني بجد انا حزين جدا جدا جدا. سكولبيد هو البوكيمون اللي جاي. سكولبيد بوكيمون سريع لحد ما وساعات بيتعلم روك تايب موفز، بس احنا نحاول نعمل عليه اوبليفيون وينج تيل جلو، وده خطير جدا الكلام ده. هيعلي من السبيشال اتاك بتاعه بثلاث درجات في مره واحده، بس اوبليفيون وينج دي مفروض بلس 1 سبيشال اتاك تبقى اكتر من كفايه انها تخلص على سكولبيد. وزي ما انتم شايفين سكولبيد سبق الدراجونايت بتاعنا. الحمد لله ما استخدمش هجمات علينا، بس ما علينا. انا اسف يا دراجونايت، ما تزعلش. انا اسف. انا بطبطب على الدراجونايت اللي على التيشيرت بتاعي، بمسح عليه وبعتذر له بعد ما احنا خدناه. جوثيتال هي البوكيمون اللي جاي، واعتقد انه هاتي هيبقى هو البوكيمون المناسب جدا لمواجهتها طبعا لأسباب كتيرة. يعني طبعا دارك تايب قصاد سايكيك تايب هنبقى عندنا اميونيتي او مناعة تامة ضد الهجمات بتاعت جوثيتال. بس زي ما انتوا شايفين البوكيمونات عمالة تزيد قوتها. سوبر فانج هايل قوي 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 قوي، نص ال HP بتاعنا راح، ولكن في جميع الأحوال ادي الدارك بويد بتاعتنا بتضرب على الجوثيتال، وده هيبقى أول دور ليها وهي نايمة. تعالوا نشوف بقى نايت سلاش هتعمل دامج قد ايه. مفروض انها تعمل مثلا 30%. برضو امبريون ما عندوش اتاك عالي جدا، وانا غلطان، دي عملت 60% تقريبا. وجوثيتال هنا مفروض يتم اقصائها من المباراة بسهولة بعد انا اخطأت في تقدير قوة امبريون. انا اسف جدا يا امبريون. عموما البوكيمون اللي جاي هيبقى تورتيرا، وتورتيرا جراس وجراوند، وده معناه ان احنا ننزل بياتي طبعا، لان هو ده البوكيمون الممتاز في مواجهة تورتيرا. فاخيرا اللعبة اهو، الحلقة اللي فاتت بدأ يبقى فيه صعوبة، الحلقة دي الموضوع بقى وصل ان احنا فقدنا بوكيمون لسه ضايفينه على الفريق بتاعنا. فيش اي اعتراضات، احنا عايزين يبقى فيه تحدي شوية. وتعال نشوف هنا دريل ران الاول، دي درين بانش من التورتيرا، وبرضو تورتيرا هيتفادى الهجمة بتاعتنا. انا مش عارف اقول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل. درين بانش مرة تانية، يا ريت بس ما تبقاش كريتيكال هيت او حاجة. الحمد لله يعني يا دوبك عشنا على 29 اتش بي، والفروست بريث دي هتبقى المفروض اكتر من كفاية انها توقع تورتيرا في ضربة واحدة. بس ما اعتقدش انه ياتي هيقدر يشترك في المباراة دي تاني خلاص، يعني هنقوله شكرا جدا، وهنضطر ان احنا نطور التشارزارد بتاعنا. بس في اربوك الاول، ده ممكن نواجهه ببلز. طبعا اربوك بويزن تايب، وبابلز معانا طبعا بكل فخر مع دريل ران. طبعا دريل ران مش اكتر هجمة دقيقة في الدنيا، ولكن ان شاء الله بعد الانتميديت. مش معقول الموضوع بقى صعب بجد. تعال نشوف دريل ران بس هتعمل دامج قد ايه. المفروض تعمل 100% دامج. اوكي انا افتكرت انه بعد الانتميديت يعني ممكن يحصل ايه، يعني ما تبقاش وان هيت نوك اوت، ما تبقاش يعني. بس عموما بابلز بيثبت لنا قوته، والبوكيمون الاخير على فريق اولمبيا هيكون اوكتيلري، وده معناه ان احنا للاسف يعني كنا عايزينها ياتي، بس R2D2 يقدر يتصدى له، ومحتاجناش نستخدم الماجا بتاعنا في المباراة دي خالص الحمد لله. ولكن R2D2 على ارض الملعب بكل سهولة هنعمل هنا الديسشارج بتاعتنا، وحنقول الاوكتيلري ده يلا السلامة بقوة الزاب بليت. واو، معاه فوكس ساش. سانتو هتضرب علينا طبعا، دي كواد افكتف، بس الحمد لله احنا برضو مش ضعاف قوي، ولكن البرد هيتخلص من الاوكتيلري ده الحمد لله. ونبقى في حلقة اليوم على الاقل انجزنا مباريتين صعبتين جدا، في نظير ان احنا خسرنا للأسف واحد من فرقتنا البوكيمونات الجديدة. ما اقدرش اتكلم بصراحة، اللعبة انا كنت عايز انها تبقى اصعب شوية وده حصل فعلا. Now the psychic badge, a testament to your skill, proof of your power. ده اثبات ودليل انك قوي جدا، وحتدينا psychic badge.
A symbol of trust level 90 or below Pokemon obey you. كل البوكيمونات من level 90 أو أقل هتدلنا assist. هو في حاجة معينة في اللعبة دي يعني متبرمجة إنها ما تدينيش تي أمس كويسة؟ يعني دي مفروض كانت تبقى calm mind. إيه بقى القرف ده؟ إيه القرف ده؟ عموما هنطلب من الأستاذة أوليمبيا تنقلنا مرة تانية لمدخل الجيم، وحنشكرها جدا جدا على المباراة الصعبة اللي هي قدمتها لنا. بس قبل ما نختم الحلقة في حد هيكلمنا. I'm sure getting the psychic badge wasn't too much trouble for you, right Babam? مين اللي بيقول؟ سيرينا. I think I'll challenge you to a daily battle when this trip is all said and done. Seems like the neighborly thing to do. Let's have a rematch. Battling tough trainers is the best way to get stronger after all. بقى بتقول يعني ياريت نبارز بعض مرة تانية، لأنه دي الطريقة المدربين كويسين يقدروا يتحسنوا. بس هيجينا هولو كليب قبل ما نقفل الحلقة بجد المرة دي من لايساندر. Pokemon trainers, I come to you by the holocaster to make an important announcement. أنا جاي أقول لكم حاجة مهمة. Listen well. Team Flare will revive the ultimate weapon, eliminate everyone who isn't in our group, and return the world to a beautiful natural state. Unproductive fools are consuming our future. فبيقول انه تيم فلير هتدمر كل حاجة وكل الناس الغير منتجة ما يلزموناش. If nothing changes, the world will become ugly and conflicts will raise the land from end to end. I repeat, we will use the ultimate weapon and wipe the slate clean. I'm sorry, those of you who are not members of Team Flare, but this is a due to all, to you all. فبيحذر لايساندر وبيقول خلوا بالكو احنا هنستخدم السلاح الفتاك في ان احنا نقضي على كل الناس الغير مفيدة. What was Lysander saying? Wiping the slate clean? Eliminating everyone but Team Flare? Babam, let's look for Team Flare's headquarters. Where could Lysander be? Perhaps he's where we first met, in Lumio City. فواضح انه الحلقة اللي جاية بتاعتنا هتبقى فيها ضرب نار حرفيا مع تيم فلير. لو مش عايزين تفوتكم الحلقة دي ياريت تعملوا سبسكرايب وتعملوا تفعلوا زر الجرس عشان تفوتكوش اي حاجة من محتوانا. تحمسوا وترقبوا جدا الحلقة الجاية من بوكيمون اكس. خلوا بالكم على نفسكم. انا كنت بروفيسور بيبا من قناة بوكيمونيان، وسلام.